بلا قربان باشا كمان باشي مبنيات فرمي أسماء الأفعال يكتل لا اسم مبني كان بريتيا لأسماء الأفعال أسماء الأفعال يعني أو اسماني كمان معناه فعل يعني تيا يعني لوزنا سيرانا كلا سر وزن كشي اسم كانا طبعا معناه معناه فعل يعني تيا يعني كديار عندك كان معناه فعل أمر يعني تيا عندك كان معناه فعل مضارع يعني تيا عندك كان ماضي طبعا كمان معناه مضارع كما أنا برو أما لا بمعنى الأمر أو الماضي أسماء الأفعال ما كان بمعنى الأمر أو الماضي اسم الفعل أواني كما اسم اللفظة بلام ما نفعل ينتيايا أو أويا ما اسمك بل كان بمعنى الأمر أو اسم بمعنى أمر به مثلا نزالي بمعنى إنزلا مثلا رويدا بمعنى أمهلا أو معنى أمر تيايا أو الماضي بمعنى ماضي برابردوا وقلي هات بمعنى بعودية شتانا معنى افترقيا أو معنى رابردو تيايا جاء لأم أم لأقسام بشكان مبني والأصلا كواتا هوي مبنيتي أمانة أو هي كوام شابهان هي بمبني الأصل ما قشتي شو كأصل الاسم أو هي كوام عربي أجرات بو بمبني أو مشابه بمبني وهي بو يبو تمبني جا ديار مبنية تكنش مبنية الأصل نية مبني الأصل نية مبني العارضة يعني بيابون وتشبهات يعني بمبني الأصل وك أصلك وهي وكو حرف وكو فعلي أمر وكو فعلي ماضي أو سيانة فعلا مبني الأصل جهرشت مشابه بيك لو سيانة وهبو وقبتة مبني بلا مبني كي مبني العارضة جاء من مشابهان ب مبني الأصل وهي وكورس ممكن هندي كان بمعنى أمر يعني لين زوريني كان بمعنى أمر وهندي كان بمعنى ماضين وبليد وهم يعني بلا كم يعني قاني كان بمعنى فعلي مضارع وكول أوف بمعنى أتضجر يعني من نار حتى بمكوهر أوفي كردي خمان يعني بلا وه بمعنى أتوجع يعني إيش بيا جايا كل خوان لي أوي ما تشوفني إيش بيا جايا زمان بلا أوي يا بلى أيو كان أوف يا بلى أوي جا أما أوه جا قربان على كوات قسيم صنيف كفرمية بمعنى الأمر أو الماضي خو هيش أنا بمعنى مضارع بلا ميك كما ما بس شيء يعني مشابه بمبني من الأصل وهي تجشتي جا على أو أوفو أو أتلاجر بمعنى أتلاجر يعني وه بمعنى أتوجع معنى كان صغير مضارع يعني بمعنى مضارعاته أظل اللي أصلا ماضين يعني بمعنى توجعت بمعنى توجرت هو توجعت يعني من إيش بيجي توجرت من نار حدبه لي أظل نجاتي مع ذكاء تعبير به مضارع دراوة شو بو إنشاء يعني أئسام من نار حدب تجشتي يعني أئسام من أوفكم إئسام من نار حدب أول بروة رابردو بلام چون بس بي استايا انشايا هاتوي بلا تعبير بملارع حال كدوتو يعني ملارع كم معنى حال استايا وكو انشا فعل امر بو استايا حالة تغشتي يا قربان جابي ما كان بمعنى الامر او الماضي مثل رويدة زيدا وكو رويدة زيدا رويدة زيدا يعني شي يعني اي امهله يعني تو مولاتي با صبرك تحملك بدياري ومولتي به أو بمعنى أمره وهي هاتا كديار العامل شخين دو معنى كالرويدة لي بيعرابكي علي عرابكي بمشوي علي رويدة لفظا اسمه معنى فعل واتا لفظا اسمه معنى فعل تيايا كديار فعلك ايش بلتيالا أمهل يعني مولتي به جاء قراته بمعنى فعل أمر بوها مش علي فعلك تيا الشاروية بأنت علي رويدة لفظا اسمه معنى فعل محل مرفوع مبتدايا فعلك يا شرايب أنت أنت فعلك يعني رويدة أنت جاء هتشبه بفاعل اسم ولا فعل همان اشتجبتها ساد مسدي خبر شو كان مبتدا في وسيان بخبر هي لخبري صريح يعني بطبو أو اشتك أبت فاعل همان اشتجبتها ساد مسدي خبر واتبت جيجري خبر يعني فعلك يا شرايب أنت أنت أبت فاعلي وساد مسدي خبر واتل شويني خبريشا دانش تو جيجري خبرك شي فرق دوتو فاعلك بلى زيدا مفعول به يعني أمهل زيدا أو أمهل فعل أمر فعلتها شرايب أنتو أنت فعلت زيدا مفعوليتي أم معنى أمر بو وهي هات ذاك يعني أشتدور كوتوا أم بمعنى بلى مضي يعني بعد ذاك وجه هات لفظا اسم معنى فعل محل مرفوع متدايا يتدى النالي فعل الشارع ويتكو أنك معنى ماضي ما بعدك فاعلة ذاك محل مرفوع فاعلتي وصاد مصدي خبر جيجلي خبر جاله هي تب فتحي تا بلا حجاز كان وبكسري شي لا بني تميم عليه هاتي
وبعض مكيلة لغتي بعض إلى أمان يعني هسي لغة فد بس هاي هات هاي هاتي هاي هاتو أي بعد معنا دور كوتوا جعل أوي كواب معنا أمره بيشي خستوة سمك الزوريني أكثر بعض الأسماء والأفعال بمعنى أمر أوساك بمعنى ماضي ويقدوني شان بمعنى مضارعا وفعالي من الثلاثي قياس كنزالي بمعنى إنزيل وزني فعالي كشي فعالي يعني أول شانك لسر وزني فعالي بن بمعنى الأمر بمعنى أمر به بله مثلا معنى إفعال به بله من الثلاثي مشتقب للثلاثي والثلاثي مجرد ورقيرا به بله قياس يعني قياسية يعني تؤتواني همو فعليك ثلاثي مجرد بله لسر وزني فعالي ليبكي بمعنى أمر به وهذا اسم الفعل ليدرس بكي اسم الفعل ليدرس بكي نصير وزني فعالي ومعنى أمري تيابي مثلا قال بقصي أم بي مثلا تنالي النصارى بكي بنصاري مثلا بمعنى أنصر بي تقشتي؟ أهو كنزالي وكن نزالي بمعنى إنزل بمعنى إنزل يعني دعبصة لنزالي لنزالي تقشتي؟ أو نزل ثلاثي مجردة نصير وزني فعالي ليكدو كدو بنزالي واتا الشغل بيني عين لاما دا أنيتو لام الفلكي مكسور أكيلي نزالي وكفعالي بمعنى إنزيل أما قياسية تقشتي أما بلاي سيبويهيوا قال سيبويهو هو مطرد في الثلاثي المجردي سيبويهو فرميتي أما قشتجيرة بلاي قياسية للثلاثي مجردة بلام بفتانة بو مبرد بلام علي واريد بو تسر سيبويهي للاني مبردة وتوتي دخوا قوامي وقعادي ناوتي لقوم وقعدا قم يعني هاصة وقل يعني دانشنات يعني بلاي قوامي بمعنى قم به يا قعادي بمعنى اقعد به تقشتي الله كواتا اما توبلي مضطري قياسيك مضطري دو قشت قيرة قسيكي باجنية مبرد وعيوتوا جالي هندي لزانان تأويل قسيسي بوهيان كردوا وتيان بس بإطرادك الزوريتية يعني كلا مضطري معنى من قشت قيرة ولا هموشي يعني زور بي كادية لزوري وشكاني ثلاثي مجردا لبروا وكأنه قياس قوايا بلام لرباعية على أنها تو إلا كم يجنبي وفعالي مصدرا بل فعالي كوا مصدر بيت بل كفجاري وكفجاري يعني بمعنى مصدر هاتبي أمش هر مبنية تيجشتي بمعنى الفجرة أو الفجوري أم فجارية يا بمعنى فجرية يعني بله جناه بار يا بمعنى فجورة بمعنى جناه بارية تقشتي جاء قربان الله قال الشارح الرضي وهو على ما قيل مصدر معرفة مؤنث أجر معرفة بله الفجرة يا الفجور مؤنث شا قربان فجاري ولم يقم لي إلى الآن دليل قاطع على تعريفي ولا تنسيبه. بلى معرفة شيء هي لا من الشرح كاب وإذا نوال قوس كانية يعني متن كانية بلى وفعالي مصدرا معرفة هي بقى من خصنا وقوس سوا بلى ألا فعالي كمصدر به بلى وآخر أبي كان وتيشي وتي بمعنى الأمر معنى أمر به أم مصدر به تقشتي يعني بمعنى مصدر به معنى أمر نبي تقشتي معنى أمر نبي بمعنى مصدر به معرفة معرفة يشبهك فجاري بمعنى الفجرية بمعنى الفجورة كألف لامي بيوية تقشتي جاغر الفجرات هو مينية دي تي في ويا والفجور تي في ونية بل. جا قربان فجر يعني خراب خراب كاري خراب بل. جا علي و ولمؤنثين بل صفتين تي عليتو متنك بلى وصفة ليلا نخسر ناي كوانا وصفة هل وها أخوتي وفعالي مصدرا وهم وصفة فعالية كما صفت به
فعلي أمر نبي معناه أمر نبي يا بمعناه مصدر نبي باكو الصفات به جا صفات به بو كلي مؤنث بو مينيك مثل يا فساقي وكو يا فساقي بمعناه فاسقية أخذ فاسقي اسم فاعلة يارك اسم فاعلش صفتة تكشتي يعني صفتي مشبهة يعني اسم فاعل هاد كان بلا صفتة كواتا يا فاسقة أو بلا صفة كواتا فساق بمعنى فاسقة بلا صفة مينية معنى فاسق نية يعني صفة نية نبي معنى فاسقة كصفة مينية يعني كسا كوا لإطاعة درتشوبية لقوى الرياضي درتشوبية بيوتي فاسق بلا مبنيون أمش قربان مبنية أم مبنيون خبر بو وفعالي وتي وفعالي مصدرا كفجاري وصفة لمؤنث مثل يا فساقي أما مبنيون هر دكان هر مبنين شم معنا مصدر به شم معنا صفة بلبومينة هر كان ابن مبني وكشون أقل معنا فعلي أمر به مبنية أم دانيش هر مبنين بل مبني على الكسر بوشي لمشابهته له شنك أم فعالي مصدر أو أم فعالي صفة ببومينة مشابهة وليتشون يعني هي لبو أو فعالية كبمعنى أمر عدلا وزينة لجهة عدل لجهة عدل لجهة وزن يعني هل كان عدل يانتيايا وهم وزنك شنوك يقوايا هل كان وزن فعال أم ديارة عدلش أويك لا دانت يكشتوك لباس غير منصرفة خوين مان كوت مان لا دانا لصغيه كبو صغيه كتر مثلا عمر كي بع لعامر عمر ورقلي هو بيلا عدل ولا دان أما إن شاء الله لا وعوت يكشتي مثلا لإنزيل و لا دعوة كذبة نزالي عدل كياي دي أماني شهر معدول يعني لا دراون مثلا جاتي بلاي فاسقات علي فساق جاتي بلاي فجر ديا فجور علي فجاري أما لا دعوة لأو وزنك يتوب ولا أم وزني فعالية كانت مع عدل أنتيايا وهم وزنك يشانوك وزني يقوايا هر فعالين هر تكيان سياري بمعنى أمر هر فعالية أما نشر معنا هر فعالين جال وفعالي علما للأعيان مؤنثا كقطامي وغلابي هر وها فعاليش كعلم بلبو أعيان جال أعلم بس في جمع يعني علم عين بيت يقشتي يعني عين بيت بله جال علم يعني إيه العيني يعني علم عين بيا الشخص بيا علم الشخص شو كلا ما جنسك شو تستري الأعيان بمعنى جمعتك لا بردوا جمعتي تيانا معه كواتا لأن نابت اعتراض رخنك على قطامي علمنا ولا بو أعيان شو كنا نبي كسيك قطامي نبي مينيك بله نبي عيني اسمي عينة بله قطامي اسمي عينة جاء قربان الله علما للأعيان مؤنثا علمي عين بي وتعلمي الشخص بي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قربان بي بي أخوة أشكر سلامة بي قربان بي بي أخوة علمي الشخص بي بلام بومينة تكشتي كقطامي وقطامي كعلم بومينة وتنالي أفرتك مثلا قطامي وغلابي وغلابي أو شناوي مينية مبني في أهل الحجاز في استعمال أهل الحجازي يعني في الحجازي بل لا الحجازي كان ألين أم دو شيء مبنيها يعني أوي كوا بل نصير وزني فعالي بي علمي الشخص بي علم بي بوكسيك بل علمي ميني بي علمي نيرينا نبي وكو قطامي وكو غلابي بل شوك ألين أمشهر مشابهي هي بفعاليك وكوا بمعنى أمر لجيتي عدلو زينوا يعني وزنك يوك وزني أوايا عدلش كوا لا دراوا جلم حاشدة علي عدلك با تقديري جبيت شمك قطامي قاطمينية شمك علي قاطمت بكرنها توتاكو قطامي لقاطمة والقلابي والقلابي ولا درابي يا غلابي لغالبتوا ورني قلاوة يعني غالبة بكرنها تو كعلم مين يبي غالبت كواتا علي عدلك عدلك تقديرية تقشتي وكو الثلاثة ومثلثة وانا كنت من عدلي تقديرين تحقيقين جاء معرب في بني تميم وتي اميكوا علمي شخص بيولس بزني فعالي بيه
مين به أو مبنية لا حجازية كان يعني مبنية على الكسرة بلام معرب في بني تميم لا بني تميم الله معرب لا بكار هنا أو أنا يعني عرابة تتسير رفع من نصب جرة إلا ما في آخره راء مجر أو إسمان نبيك لسبزني فعالين علم شخص وريل أخيري أنا وعاتك وتايهات ويبا بيتي راء وكم مثلا حضاري وتماري طماري وكناري أو أنا وكوشي نحو حضاري وكو حضاري ها بيني حضاري كذا حضاري ناولا بو أستيرة دي أو اسمي كما بأريك وتايهات بي لا أوانيش لا بني تميج الله هر مبني على الكسر أبي الله ما قال بريك وتاي بينات بي الله معربة أقرب لا بفيش وين أقرب تقول ما لي لا بسمير